انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لرأس غارب الصحية شمال البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة خلال يومها الأول بالكشف وصرف العلاج بالمجان لنحو 203 حالات، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. وتتضمن القافلة جميع التخصصات الطبية، كما تم إجراء كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. القافله دي بتكون مجانيه، حتى صرف العلاج بالمجان. ضمن التخصصات الاتيه عندنا جراحه ومسالك، وعندنا اطفال وبطنه وتنظيم اسره واسنان. بيتم تقديم كافه الخدمات الطبيه بالكامل مجانا، من كشف وعمل التحليل اللازمه والاشعه بالكامل مجانا، ويمكن في كشف عن الامراض المزمنه من ضغط وسكر، وكذلك عمل التقارير الطبيه المطلوبه في حالات الاحاله. انا جيت القافله وكشفت بالمجان وعملت تحاليل، والدكاترة ما شاء الله يعني قايمين بالواجب، والكشوفات والتحاليل كله مجاني.